إذا نحن حسينا بعيد وما بعد نحن بعدنا لازم نرجع لقوله نتكل عليه نسلم كل أمورنا وهو له في الموت مخارج بالشيء لا يعصر عليه أي أمر. مبسوطكم معكم شريك كلمة الرب. الوعظ طول بالوعظ ولمن يطول الوعظ الناس بتنام بترتاح ويمكن كلام بريح. ولاحظ الأساس أنه نسبة كبيرة من الناس نايمين وأكيد بعد ما خلص موعظته بوقف الوعظ البعض بينتبه بعد ما خلص ما ختمه يعني بالطريقة العادية بيطلع على اليمين في حدا من الشمامسة كمان عم بغط قال له للشخص فيقه قال له من فضلك لما العطايا الأسيس قال له للشماس لما العطايا قال له أسيس لمين العطايا لما مرة تاني قال له لما مرة تاني قال له أول عطايا كانت مشان الطعام الروحي تاني عطايا مشان النوم bed and breakfast. بإذا حدا نام ما ندفعه أجرة منامي. اليوم موضوعي خلينا نفكر بعظمة الله في الخلق. وإذا فكرنا بجسمنا جسدنا نحن البشري بفتكر أهم في شيء أهم عضو فيه هو الدماغ مركز التفكير والعقل هيك. والدماغ الواقع شيء أمر هو يعتبر معجزة. بنحط الصورة ألوانه حلوة بس أكيد مش هيك هو لكن هذا تقسيمه مثل ما حاطينه بالإنجليزي لكن لقيت واحد تقسيمه بالعربي. وتقسيم الدماغ شيء مدهش أربع بطينات والأشياء الأشياء الموزعة وشبكة عنكبوتية وبعدين جيب وريدي وأشياء هالأشياء هيدي اللي هي الجسد اللحم والدم والجلد. لكن القدرة الموجودة بالدماغ مذهلة. القدرة الموجودة بهالدماغ الصغير اللي هو وزنه شيء كيلو ونص تقريبا أو أقل شوي 3 باوند يقال أنه في إمكانية استيعاب ملايين الكتب. الواقع رقم 15 مليون كتاب. أنا قلت يمكن براسي في كتابين مثلا 15 مليون كتاب ممكن الدماغ يحتوي وأكثر. في دي بيت علي القصة كأنه إلى حد ما استيعابه كتير في منه بقوله بالمليارات ما بعرف غايته. هيدي عطية كتير الرب أعطانا إياها عطية مهمة أكيد لأنه بحسب ما بنعرف الدماغ في العقل هيك والدماغ في الفكر عقلنا نتصرف بحكمة أو بجهل بالنسبة للدماغ منعبر عن شعورنا وعن رغباتنا مستخدمين الفكر معناتها الدماغ هو بيأثر كتير على حياتنا فإذا ما نفكر به يؤثر على قراراتنا يؤثر على سلوكنا على أعمالنا على مواقفنا كلها بتبتدي هون بالعقل بالدماغ. ونحن لأنه الفكر مهم الكتاب حكى كتير عن الفكر ورح أنا أتأمل معكم بأي وحدة يلي بتفرجينا الأمور يلي لازم نحن تكون موضوع تفكيرنا باستمرار نحسن استخدام هالعطية الرب أعطانا إياها عطية العقل أو الفكر. القراءة من رسالة فيليبي الإصحاح الرابع رح أقرأ الأعداد 9 من هذا الإصحاح. رسول بولس عم يكتب من السجن بس ولا ما حل بهالرسالة بنشوف نفسية سجين أو نفسية شخص خايف من الموت. بالعكس رسالة فيليبي هي رسالة الفرح ولكن فيها تعليم مهم خاصة بهذا المقطع. بيقول لهم إذن يا إخوة الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلبوا إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص ساعد هاتين اللتين جهدتا معي في الإنجيل مع أكليموندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا
ليكن حلمكم معروفاً عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيراً أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيي فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. آمين. بهالمقطع في ثلاث مرات الفكر. أول شيء نصيحة للأختين أفودية وسنتيخي، يوحدوا أفكارهم، عندهم تشابك بالأفكار وربما بيتطور لتشابك أكثر من الأفكار، بأطلب إليهم حتى يفتكرا فكرا واحدا في الرب. ثاني مرة للفكر بقول سلام الله يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. والعدد رح نتأمل فيه، عدد 8 بقول أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه شو افتكروا. وهذا تأملنا بهالآية هيدي الحلوة من هذا الإصحاح. كلمات الرسول بولس هي كلماته الأخيرة، كان بسجن روميا وما طول، بعدين يقال بالتاريخ أنه نيرون الظالم أمر بإعدامه. وفي كلماته الأخيرة أكيد كان شيء مهم، كتب رسائل حلوة، رسالة أفسس، رسالة فيليبي، رسالة كولوسي، ورسالة تانية لتيموتاوس، من الرسائل المباركة. ومنلاحظ عواطف الرسول بولس نحو هالكنيسة هيدي ونحو المؤمنين. بنفس الرسالة بيحكي عن شعوره بإصحاح 2 عدد 12، إذن يا أحبائي، بعدين بالعدد 3:1 وأخيرا يا إخوتي افرحوا، بعدين بالعدد الرابع إصحاح 4:1 إذن يا إخوتي الأحباء، وبعدين عدد 8 أخيرا أيها الإخوة. عواطف المحبة المسيحية. وخليني أقول لكم يا أحبة، مثل ما ذكر الأخ اللي كان عم يقود، أخ جان اسمه إلي، أوكي الأخ إلي، أنه العلامة المميزة لنا بالنسبة للعالم هي محبتنا لبعضنا البعض. بعواطف المحبة عواطف الرقة نحو المؤمنين، ونصيحته له أنه ينتبهوا كيف يشغلوا أفكارهم بشيء، بأي أمور أفكارهم لازم تكون مشغولة. وأكيد بهذه الأمور اللي أفكارهم مشغولة راح تتأثر على نوعية حياتهم. بتعرفوا نوعية تفكيرنا بيّن نوعية شخصياتنا. أنا اللي بفكره بدي أعيشه، فإذا أنا شخصيتي مرتبطة بالشيء اللي بفكر فيه. إذا أفكاري سلبية راح تكون تصرفاتي وتعاملاتي مع الآخرين سلبية والعكس صحيح. أفكارنا بتظهر تترجم بكلماتنا، نفكر نحكي بالكلام، تترجم بتصرفاتنا كيف نتصرف مع الآخرين. أفكارنا تترجم في عاداتنا، كيف شو بنفكر نحن هيدي بتصير عادات، وبعدين بتترجم بأمور التي بتصدر منها سلبية أو إيجابية، كلها نتيجة وليدة الأفكار يلي منفكرها. في تحذير، واحد بيقول أنا أفكاري ما حدش عارفها، بس شو كيف بتبين؟ لاحظ أفكارك لأنها ستصبح بعد ذلك كلمات، فكر بعدين كده، ولاحظ كلماتك لأنها ستصبح أعمال، ولاحظ أعمالك لأنها ستصبح عادات، ولاحظ عاداتك لأنها ستصبح أخلاق، وأخيرا لاحظ أخلاقك لأنها ستقرر مصيرك الأبدي. فإذن أحيانا بيبتدي الأمر فكرة، وبتجي فكرة، وهذه الفكرة بصير يبني عليها وبتصير تتطور هذه الفكرة، وبعدين بتوصل لمصيرنا الأبدي.
نظرة الناس وفكرة الناس عن حياة الإيمان بتقرر مصيرهم الأبدي. هذا مش لقيل الإيمان، حاط واحد بفكره هذا لغير ناس أنا مش محتاجه، من فكرة تقرر مصيره الأبدي لأنه ما فكر التفكير الصحيح والسليم. بسفر الأمثال بيقول سليمان ما معناه، ما يفكر به الإنسان في قلبه هذا هي شخصيته. لو بفكر فيه أنا بالداخل في قلبي هذا هي شخصيتي أنا أو هذه هويتي. فإذن الفكر يلي الرب عطانا إياه عطية عظيمة كبير، عطية عظيمة لازم نعرف كيف نستخدمه بالطريقة الصحيحة. وكل إنسان عنده هذه الطاقة الكبيرة، مش بس العباقرة بيقدروا يستفيدوا من الدماغ من الفكرة اللي عنده، لا كل إنسان عنده الإمكانية إنه يستفيد من هذا العطية. قال يقال إنه كل إنسان كل يوم بفكر من 8,000 ل10,000 فكر. أنا أبحضر الموضوع صرت انتبه لنفسي قديش بسرعة بنقل من موضوع لموضوع من فكر لفكر. فعلا لقيت كتير أفكار ورا بعضها أفكار ورا بعضها. طالما الإنسان صاحي مش نايم فكره عم يشتغل فكره عم يشتغل. والمقدرة أنه فيك أنت هلا تفكر، أنت قاعد بالكنيسة شوية بروح فكرك على لبنان أو على سوريا أو بروح فكرك على أمر تاني، بسرعة بتنقل وبتنقل من فكر لفكر من فكر لفكر. مشان هيك لازم ننتبه. يقسم الفكر إلى نوعين، الفكر الطبيعي والفكر الروحي. فكر الإنسان كل واحد منا عنا كان فكر طبيعي، وأكيد أفكارنا الطبيعية بتنسجم مع حياتنا الطبيعية، لكن في مجال أنه الإنسان يصير فيه عنده فكر روحي، تفكيره تفكير الصحيح، تفكيره بحسب مشيئة الرب. بحذر الكتاب من التفكير السلبي. بأفسس 4:18 بيقول عن الأشخاص اللي هن بعاد عن الرب ما عندهم مخافة الرب بقلوبهم، إذ هم مظلمو الفكر وظلام الفكر أصبحوا متجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. فإذن إذا الفكر استخدم بالطريقة السيئة راح يهور الإنسان روحيا. بقول رسول بولس عن الإنسان الطبيعي، قال ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. ليه؟ لأنه عنده جهالة، فكره ما عنده معرفة لأي التاني، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. الإنسان الطبيعي ما بيقدر يفهم الأمور الروحية ولا يقدر يحكم فيها، لكن دوم بفكره البشري. ب4:17 كمان بيحكي عن الفكر، بيقول فأقول هذا وأشهده في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. ذهن يعني الفكر باطل، سلوك بينسجم مع تفكيرهم، أنتم ما بيصير أنكم تسلكوا بنفس الطريقة. هذا هو التحذير للمؤمنين. بعدين الرب يسوع كان يقرأ أفكار الناس، ومرة قال لهم لليهود فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. معناه نحن الشر أو بفكر واحد براس، لا، القلب العاطفة والفكر مرتبطين ببعضهم. إذا عم تفكر بالشر صار الشر بقلبك وبتتصرف على هيدا الأساس. وبفيليب 3:18-19 بنفس الرسالة بيقول هالكلام بخصوص الفكر، لأن كثيرين يسيرون مما كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. هؤلاء اللي كانوا بين المؤمنين حسب الظاهر صاروا أعداء صليب المسيح. ليش؟ لأن الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون بشو في الأرضيات. يعني الفكر بالأمور الزمنية تركيزي عليها بيضيع الإنسان في حياته الروحية. الرسول كتب كمان لتيتوس ونبه عن هالأشخاص هودي وقال كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس شو ذهنهم. تعرف وقت فكر الإنسان بيفسد حياته كلها راح تكون في وضع صعب. إذ قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم، خرب وخربت حياته. فإذن الكتاب يدعينا حتى نفكر التفكير الصحيح، التفكير الروحي، التفكير الروحي، التفكير يلي الله بيتمجد فيه وكله في الداخل. بمتى 15 بيحكي عن الحاسب بالنسبة للفريسيين المدققين إنه تلاميذك عم بيأكلوا مش عم بيغسلوا إيديهم راح تتنجس قلوبهم. قالوا لا،
ما يخرج من الفم وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر. ليش؟ لأنه واحد جوا في الداخل. وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة. الفكرة بعض الناس بيقتلوهم بالفكر، قتل وزنا وفسق وسرقة وشهادة زور تجديف، كلهم قبل ما ينفذوا العمل بيبتدي بالفكر. مشان هيك الله بيحاسبنا مش بس على تصرفاتنا، على أفكارنا. ما حدا شايف، ما حدا سامع. مشان هيك بيحذرنا الكتاب، هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. مشان هيك داود بالمزمور 19 آخر آية بيقول: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. ياريت كل يوم نصلي الصلاة هيدي. أحيانا ننتبه شو نحكي، بس إذا الفكر في عطل رح يطلع الكلام كمان منسجم مع الفكر هيدا. ومنجي لموضوعنا المهم، هو موضوع هالآية هيدي. 8 أشياء لازم نركز عليها ونفكر فيها، وأنا بقول إذا ننتبه لها رح نختبر أشياء حلوة في علاقتنا مع الرب وفي تصرفاتنا مع بعضنا البعض. هذا الفكر والذهن بينمى بيتقوى. لما بيقولنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الذهن هيدا بيصير بوضع أفضل بحياتنا الروحية. الآية اللي قدامنا فيليبي 4:8 بتقول: أخيراً أيها الإخوة، كل ما هو حق. وكل ما نقول وحدة، فإذا كل ما هو حق بهيدا افتكر، فإذا نخلي فكرك دوم يشتغل على الحق، يكون شيء حق. والحق يا أحبة مهم كتير. ياما في ناس عم يفتشوا على الحق وما بيوصلوا له، بس كل مؤمن اختبر الخلاص صار عنده اختبار شخصي في معرفة الحق. الحق مقترن بعلاقتنا بالله. الحق هو عكس عدم الحق اللي هو الباطل أو الكذب. وياما في ناس بيصدقوا الباطل والكذب لأنه ما بيعرفوا الحق، ما بيعرفوا كلمة الله. ونحن بالنسبة لنا الحق مش معلومات، الحق شخص. من هو الحق؟ رب يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا نحن عندنا معرفة الحق، يعني بيحكي عن الرب يسوع لأنه هو هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فإذا الرب يسوع هو بجسم الحق وعلاقتنا فيه بتوصلنا للحق. اسمه القدوس الحق بسفر الرؤيا، وبعدين بيوحنا 17 بيقول كلامك هو حق. فإذا عندنا نحن الحق مجسم بالرب يسوع المسيح. الروح القدس هو روح الحق، وبعدين كلمة الله هي كلمة الحق. نحن وصلنا للحق لكن إجانا من السماء. قال ناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. لما تتقابل مع الرب يسوع أخذت الحق، بقاش تفتش، صرت عارف كل الحق، نختبر الحق في حياتك. حلو المعرفة الروحية، لأنه كل ما كانت المعرفة صحيحة وحق كل ما كانت الحياة قوية. مشان هيك بأفسس 6:14 بيقول ممنطقين أحقائكم بشو؟ بالحق. منطقة الحق اللي بتعطي الصمود والثبات قدام التحديات. أصعب شيء الإنسان يوصل له أنه ينحرف عن الحق، مثل واحد بالبحر وانكسرت فيه السفينة بيقول الكتاب، خلاص صار قدامه الموج والبحر الغاضب. فإذا مهم نستمر نضل في الحق. مشان هيك نشغل أفكارنا بكلمة الله اللي هي الحق، نقرأها ندرسها نلهج بها نحفظها نطيعها نشاركها. هذا هو الحق حتى يترسخ فينا. نقبل كل ما ينسجم مع هذا الحق ونرفض كل ما لا ينسجم. يا أحبة المؤمن يعيش في الحق وينفذ الحق بمارسه في حياته. فإذا بدك حياة قوية أسسها على كلمة الله، على الحق الإلهي. تاني شيء أخيرا كل ما هو جليل. منفكر بالحق منفكر بكل ما هو جليل. الواقع جليل اسم علم، منطقة الجليل، أو في أشخاص بعرف شخص اسمه جليل، الأخ جليل كمان بفتكر بالأردن. هو جليل كلمة حلوة، مثل كلمة حليم. واحد
طويل الأناث طويل البال، بقوله بالعدد ست عدد خمسة، ليكن حلمكم معروفا عن جميع الناس. يعني هالشخصية الحلوة الناعمة اللطيفة. فإذا لن تكون أنت شخص جليل، جليل معناته وقور، وقور كل ما هو فيه وقار، هيدا الشيء لازم تفكر بكله. وجليل أحيانا واحد بيقوله شيخ كبير بالسن، شخص جليل يعني نضوج وركوز، جليل شخص نبيل، إذا جليل شخص كريم، شخص شريف، شهم، مهوب، رفيع الجناب، بارز. كل هذه الصفات ما بتنطبق على الأمور المادية والجسدية، كل على الأمور الروحية، على الأمور المعنوية، وقيمتها كبيرة. فإذا يا مؤمنين أنتم أحاديثكم اللي بتحدثوا مع بعضكم البعض، هل هو جليل في وقار في احترام في حديث حلو، يما ممكن يكون في اشياء سلبية، اشياء سلبية، اشياء بتضايق، اشياء بتزعج. كل ما هو جليل، كل ما هو له اعتبار. تعرف يا أحب المؤمن، كل كلمة بيقولها لازم ينتبه لها، لأنه راح تعكس صفة أو شيء عن شخصيته، عن وضعه هو الشخصي. فإذا لازم كل شيء بيصدر منا يتناسب مع مركزنا في المسيح، مع كوننا أولاد الله. وكل ما يعرفه الناس عنا يجب أن يكون جليل، محترم، نبيل، بليق فينا. موسى كان في الجبل وظهر له الرب، وصار وجهه، بيحكي الكتاب، صار وجهه جليل، صار منظر وجهه مختلف، في نور سماوي، في انعكاس مجد إلهي. استيفانوس شافوا وجهه كوجه ملاك جليل، كان هذا المظهر. الله هو جليل بحسب تثنية، بيحكي عن هالصفة لله، تثنية 28-58 بيقول: إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر لتهاب هذا الاسم الجليل المهوب المرهوب الرب إلهك. فإذا إلهنا جليل، الاسم الجليل المرهوب اسم الرب إلهك. بأخبار الأيام كمان الأول 29 بيقول: والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل. الله جليل واسمه جليل، وبعدين بريدنا نحن نكون عندنا هيدي الصفة وتفكيرنا بكل ما هو جليل، كل ما هو حق لازم نفكر فيه ونشاركه ونعيشه ونمارسه، كل ما هو جليل اللي بيعكس صفات حياتنا الروحية اللي بتفرجي ركوز نضوج وشهامة، وبعدين كل ما هو عادل، كل ما هو عادل. الواقع الحق والعادل بيمشوا مع بعضهم، حتى الإنسان يكون عنده حق لازم يكون عادل، والعكس صحيح. فإذا كل ما هو حق أي كل ما هو عادل. الرب عادل، بيحكي بمزمور 89:14 عن كون الله عادل، بيقول: العدل والحق مع بعضهم قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. فإذا الله بريدنا نكون دوم نفكر بالعدل، وأيضا أن نعمل العدل، نعمل الحق. أمثال 21:3 بيقول: فعل العدل والحق. بتعرف يا أحب نحن نقول إنسان لازم يكون حقاوي ولازم يحكم بالعدل، أحيانا يكون في عنا نوع من انحياز أو منخففها شوي أو منزيدها. لا، الفعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. مو حبقول قدم ذبيحة للرب بتعمل بعوجاج، مرفوضة الذبيحة وأنت مرفوض كمان. مشان هاي بيوصلنا الكتاب نعمل العدل والحق، كل ما هو عادل أي مستقيم، التصرف باعتدال عدم تطرف. المؤمن حيث يوجد يجب أن تكون مواقفه مواقف عادلة بالحق. إذا كنت موظف بالعدل والحق، مستقيم في عملك، مستقيم في التجارة، مستقيم في تعاملك مع الآخرين، غير ملوم. تعرف أصحاب المهن الحرة يجربوا أحيانا،
بدهم كتير مصاري ويقدموا شيء قليل للزبائن عندهم. لا، المؤمن يتصرف بالعدل وبالحق مع كل إنسان مهما كان الثمن. فالكتاب يشجعنا أن نفكر دائما بكل ما هو حق، بكل ما هو جليل، وبكل ما هو عادل، ورابع شيء كل ما هو طاهر، كل ما هو طاهر. وأكيد هذا الأمر بينسجم مع الحياة الروحية بعالم بقاش يعرف شو معنات حياة الطهارة، حياة التقوية، حياة القداسة. نحن فكرنا لازم يكون فكر طاهر، إذا تنجس الفكر الحياة كلها راح تتنجس. المؤمن لازم تكون أفكاره طاهرة نقية، الناس ما بيشوفوها، الله شايفها. قال له وبخن الرب يسوع، لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم أو بأفكاركم برؤوس؟ الناس مش شايفينهم، لكن الرب شايف، بيقرأ الأفكار. وإذا منفكر أفكار طاهرة تلقائياً منعيش حياة طاهرة، حياة نقية. تيموثاوس الأولى 4:12، نصيحة بولس للشاب تيموثاوس، والشباب بحاجة إنه يعيشوا حياة الطهارة. قديش صعب يا أحبة بهالأيام هيدي يلي فيها تطرف وتدهور أخلاقي، والناس بيفتخروا فيها، بقاش في كلمة عيب. شو بيقوله لتيموثاوس؟ لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. طيب هل لأيامنا هذا الكلام؟ أيوة، كلمة الرب ما تغيرت، الله ما تغير يا أحبة، ومطلبه أنه نعيش أمامه باستقامة وبطهارة كمان. كل ما هو طاهر، كل ما هو طاهر. شركتنا وعلاقتنا مع الله يا أحبة بتتوقف على نوعية هالحياة. التوبة للأنقياء القلب، هاي الطهارة، لأنهم شو؟ يعينون الله بالعزة على الجبل. إذا الإنسان في اعوجاج في قلبه، لو صلى ولو صرخ ولو ذلل، ما فيك تكون في صلة مع الله. لازم يكون القلب طاهر، والله ما بينظر لا لشفاهنا ولا لمنظرنا، بينظر إلى قلوبنا، هل هي طاهرة أو لا. لازم تكون حياتنا حياة الطهارة واضحة، يلي أكيد رح تكون فيها تأثير على الآخرين وجاذبية للآخرين، يلي بيعكس حياة الإيمان الصحيحة. أيمت أن النور بيسطع بشدة في الظلام، ونحن عايشين في عالم مظلم شر كتير، لكن حياة الطهارة تظهر وتلمع وتؤثر على الآخرين. قبل الإيمان كنا عايشين بوضع صعب، غاطسين في الخطية، سامحين لنفوسنا بأمور كتيرة ومش متأثرين، لكن بعد الإيمان صار مطلوب منا أنه ننتبه إلى طهارة أفكارنا. وهيدا الطهارة بتتأثر بالشيء اللي منسمعه، بالشيء اللي منشوفه، وبيتعاملنا مع الآخرين. شو رأيك واحد بيقعد قدام التلفزيون بشور شوف مناظر غير لائقة؟ تأكدوا تمام، يمكن نقول أنا ما بتأثر، بس فكرك تأثر، وصرت ترتاح على الغلط، وصفى الأمر طبيعي ومقبول، تنجز الفكر من دون ما نشعر، لأنه صار يوافق على الغلط. تعرفوا لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، شو؟ بل شو؟ وبخوها، ما يعني أعمال نحن ما بنشترك فيها، بس ماشي الحال، ماشي الحال، بعدين فكرك بيقبلها. صدقوني يا أحبة، ومننزل المستوى تبع حياتنا لما نتساهل مع الأمور بأمور كتيرة. فإذا مشان هيك كل ما هو طاهر، كل ما يساعدنا حتى نعيش على حياة الطهارة. وخلنا نبتعد مش بس عن الشر، عن شبه الشر يا أحبة. صدقوني الشيء اللي بيقدمه العالم ما بيساعدنا حتى نعيش حياة الطهارة، لا الإنترنت ولا الصور اللي منشوفها اليوم بالتي في أو على الواتس أب أو على الفيسبوك أو إيش. العالم كل شيء عم يعرضه قدامنا، لأن كل هاي ممكن تشوش على أفكارنا وتسبب نوع من النجاسة في الفكر. تعرفوا أن البيوت بتخرب بسبب هالأمور هايدي، لأن الإنسان عم بيقبلها ودخلها لحياته،
أفكاره بتتلخبط بعدين علاقاته بتتلخبط. فإذا كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، رقم خمسة كل ما هو مسر. كل ما هو مسر، حلوة كلمة مسر، يعني بيعطي السرور. في أحسن منها إنه واحد يكون عنده هيدا الحالة، حالة السرور، عطول مبسوط، عطول فرحان. أيوة، إذا دوم فكره بالحق، فكره بكل شيء جليل، كل شيء عادل، كل شيء طاهر، بعدين كل ما هو مسر، محبوب، مرغوب. تعرفوا الله يسر، يسر بأولاده، يسر بعبادتنا، يسر بتقديماتنا، يسر يشوفنا كيف عم نسلك في طاعته، في مشيئته. والله بيشاركنا هيدا السرور. يقول المزمور 111: عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. تعرف واحد بيفرح بكلمة الرب، بوصايا الرب، بعلاقته مع الرب وحياته الروحية. تعرف أن المؤمن لازم يكون عيش حياة السرور، الفرح الحقيقي. وسرورنا وفرحنا ببين أكيد في تعاملنا مع الآخرين وإله تأثيره. واللي بيعطي السرور والفرح هو وضعنا الروحي السليم. لما نكون في الوضع الروحي السليم نشعر الرب راضي علينا، وسلوكنا بمجده رح نتمتع بالسرور. لما يكون فكرنا خالي من كل مرارة، من كل غيرة، من كل حسد، ساعتها بيكون هذا الفكر بيعطي سرور. الخطية ممكن تعطي فرح وقتي، لكن عاقبتها بعدين الويلات والحزن. لكن إذا كانت أفكارنا مشغولة بكل ما هو طاهر، نتأكد أن سرورنا مستمر، سرورنا مستمر. مزمور 112:1 بيقول: هللويا، طوبى للرجل المتقي الرب. شو بيجي بعدين؟ المسرور جدا بوصاياه. أكثر شخص لازم يكون فرحان أحبه هو الشخص المؤمن، يلي شاعر أنه عايش في رضا الرب، والرب يتعامل معي، الرب يقودني، الرب ما بيتركني، الرب ما بيهمني حتى بالظروف الصعبة أحبها. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، الرب وعد برفقتنا. فإذا نحن مسرورين في علاقتنا مع الرب، مش مقاصصين يا أحبة، هيدي البركة العظيمة في حياتنا. فإذا رقم واحد كل ما هو حق، كل ما هو جليل، اثنين كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، بعد فيه ثلاثة كل ما صيته حسن. كل ما صيته حسن. نحن بهمنا السمعة، شو بقولوا الناس، رأي الناس بهمنا، شئنا أم أبينا. ونحن لازم نكون منشجع على صيت الحسن، يعني ما مننقل عن غيرنا أمور سلبية. النميمة تسيء إلى الصيت، مشان هيك إنسان إذا شعر الناس عم تحكي عليه ما يكون عم بتشوهوا لي سمعتي، صيتي عم بيكون يعني ملوم. فهذا المهم كتير ننتبه، نتحدث بكل ما صيته حسن، كل ما يعطي فرح لما نذكره قدام الآخرين، كل ما هو مرضي، مرضي أمام الله. كل ما صيته حسن، هيدي الصفة يا أحبة صفة حلوة كتير، إنه نحن لساننا هو لساننا دافي، ما بيحكي عن الناس. ليه؟ إذا لسانك مش تحت سيطرة راح يحكي كلام. وخليني قلكم، الكلمة اللي بتطلع بقاش فيك ترجعها، إذا كانت مؤذية، إذا كانت تشويف الآخرين، خلاص راحت، عملت هالتأثير هيدا السلبي. مشان هيك نحن نفكر، هل كلامي بيعطي الصيت الحسن عن الآخرين من عم نحكي عنهم، يما بالعكس؟ كل ما صيته حسن، كل ما صيته حسن، حتى تكون هالعلاقة مع الآخرين علاقة مباركة. شوفوا الصيت بيحكي عنه بسفر الجامعة 7:1 بيقول: الصيت خير من الدهن الطيب، ويوم المات خير من يوم الولادة. الصيت مهم كتير يا أحبة، السمعة مهم كتير. أحيانا احنا هو هيك أنا بدي أحكي عليه، بس اللي حكيت له ما عارف هيدا الشيء، أعطيته معلومات هو ما بيعرفها، أكيد شوهت سمعته بالنسبة لهذا الشخص.
الصيت خير من الذهب، الصيت أفضل من الغنى العظيم، أمثال 22:1، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. تعرفوا إذا واحد غني بس صيته وسمعته مش منيحة، يعني ما حدا بيتأثر فيه، ما حدا بيقول برافو عليه، ده معه مصاري بس صيته عاطل، يمكن بطريقة غير شرعية حصل على الغنى، بقاش تحترم الناس لا هو ولا تعتبره أنه هو شخص ناجح أو غني. فإذا نحن المؤمنين كل ما صيته حسن بيعطي السمعة الحلوة عن بعضنا البعض، هيدا لازم يكون تفكيرنا. رقم 7، إن كان فضيلة، بنفكر بكل ما هو فضيلة، فضيلة أو فاضل. فاضل، الفضيلة هي مزية حلوة، يعني صفة جيدة وسامية، والمؤمن حياته فيها فضائل، لازم فضائل صفات، وكل هذه لكي تخبروا بفضائل، فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. يعني إذا نحطت حياتنا تحت المجهر منشوف أنه نسبة الفضائل لازم تكون كثيرة فيها، وكل هذه من الرب يلي هو أعطانا إياها. شو الفضائل يلي الناس ممكن يتمتعوا فيها؟ الشجاعة فضيلة، الشجاعة هيك، عدم الخوف بمجاهرة الحق، هذه فضيلة، المواقف المشرفة مهما كلف الثمن، هذه فضيلة، اهتمام بالآخرين، شعور معهم، هذه فضيلة، الكرم فضيلة، كل هذه صفات بتفرجي إنه الإنسان عم يتصرف بالطريقة الصحيحة، كل ما هو فضيلة. الفضيلة عكس الرذيلة، وأكيد العيب والعار بيجي مع هيدا. رسول بطرس حكى عن هيدا الفضيلة ببطرس الثاني صح الأول، عددين 3 و5، بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، دعانا ولهذا عينه، وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم شو؟ فضيلة، إيمانكم يعكس الفضيلة بمواقفكم بتصرف، وفي الفضيلة معرفة. فإذا مهم كتير، مش بس المعرفة مهمة، مش بس معرفة الحق، لا الفضائل مهم كتير حتى تترجم هذه الحقائق الروحية، وهذا ما يليق فينا كأولاد الله أنه نعيش ونفكر بكل ما هو فضيلة. ثامنا وأخيرا، إن كان فضيلة وإن كان مدح، مدح شو بيمدح الإنسان؟ الصفات الحلوة. فإذا إذا كان فينا هالسبع صفات راح تسبب المديح والحمد أكيد والشكر للرب. هاي الخصال الحميدة يقدرها الرب، ويكون المدح من الرب مش من الناس، لأن لها قيمة كبيرة قدام الرب. حينئذ يكون المدح لكل واحد من مين؟ من الله. وخليني أقولكم يا أحبة، بهمنا نحن رأي الله فيه، هيدا أهم شيء. لو كل الناس مدحونا والرب مش راضي، نحن مش بالوضع الروحي السليم. يكون المدح من الله مش من الناس. صحيح بهمنا الناس يقدروا، لكن أهم شيء بهمنا رضا الرب. يمدحنا الرب على مواقفنا، يمدحنا الرب على عطائنا، على خدمتنا، يمدحنا الرب على سلوكنا، يمدحنا الرب على إيماننا. وإن كان فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. بولس مدح المؤمنين بكورنثوس، بكنيسة كورنثوس، كورنثوس 11:2، بيقول فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. ما نسيته، يعني أخذت الأمر بكل جدية ومدحهم على هيدا الموقف. وبعدين بأفسس بقول لنكون نحن لمدح مجده الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، سبق رجاؤنا في المسيح، نكون نحن لمدح مجده. الرب يفتخر فينا يا أحبة. عدو الخير بده يجرب يشوه حياتنا
أمام بعضنا البعض وبرأيه لأنه شوف يا الله هالناس هودي هن محسوبين لألك هن شعبك هن أتباعك. لا، خلي حياتنا تكون سبب للمدح، مدح الرب أولا وتشجيع لبعضنا البعض. هودي 8 أحبة لازم تحفظوهم وبنا نعيشهم. وإذا حبيت أعملكم فحص نقول أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. تمرن عليهم بالبيت، خلي فكرك ينشغل بهالأمور هذه. تعرفوا رسالة فيليب رسالة عظيمة وعزت عليها 29 موعظة، هي الموعظة رقم 25. فعلا بركة كبيرة إنه بين دينا كلمة الله تشجعنا، بتنورنا، ترشدنا، بتقوينا، وبظروفنا الصعبة نتمسك بالرب وبكلمة الرب وبمواعيده. ففي هذه افتكروا. أفكار كتير بتغزينا، بتغزي رؤوسنا وعقولنا، بتحاول تشوشنا، لكن نحن عنا مصفاية، عنا شيء يلي نمرقوا عليه. أي فكر بيجي، حق، عادل، طاهر، مصر، زيته حسن، لا بلا، خليكم في عنكم يا أحبة تصفية بتفكيركم، وهذا الذهن خلي يكون واعي يقظ حتى ما نعطي الفرصة لعدو الخير. صدقون الشيطان ببلش بالتشويش بالفكر، أحقا قال الله، صار يفكروا ما بتعرفي؟ لا، خلينا نفكر فيها القصة منطقيا. لا، فإذا الله ما بدش فينا نصير نعرف نفهم نصير مثله، واقتنعوا بالخدعة. والشيطان بيجينا بهذا الفكر، أحيانا كنا عم نتصرف غلط وبيعطينا الفكر كيف نحن نبرر الغلط. الغلط غلط يا أحبة، ومنعرف أنه هذا الأمر ممكن الرب ما يكون راضي عليه. بقى الرب يشغلنا بهالأيام هيدي الصعبة بهالحقائق هيدي. قال يا رب أنا بدي ركز على كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو سر مصر، كل ما صيته حسن، كل ما هو فضيلة، كل ما هو مدح والهدف لمجدك. وتأكدوا تمام، قال بكمل بعد، وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه رأيتموه فيا، وهذا مهم كتير، قال فهذا فعلوا، ابتديتوا بالفكر بعدين طبقوا، وإله السلام شو يكون معكم. يا ما في ناس حياتهم في قصص كتير واختبارات، حياتهم تبقى كتير بظروف صعبة وملخبطة وباضطراب وعدم استقرار، لأنه حاطين براسهم فكر خطأ، هن مستنزينه فكر غير سليم، فكر لا يليق. خلينا نعالج أفكارنا يا رب، ليكن فكر قلبي هيك وأقوال فمي مرضية أمامك دائما يا الله. أمين يا أحبة. بدنا نحارب كل ما يبعدنا عن أن نكون فعلا نأتي بالمدح للرب، لمجد الرب في حياتنا وفي سلوكنا. نحن وصلنا للصلاة يا أحبة، فرصة حتى كل واحد منا يراجع نفسه، شو اللي بيشغل فكري أكتر شيء. ما حكى عن أمور زمنية المادية يلي أحيانا بتبقى مركز تفكير الإنسان، بنام وبيقوم بفكر فيها، ولا الشهوات الجسدية ولا أمور هذا العالم ولا المركز ولا أي امتيازات بشرية. رب يريدنا نركز ونثبت حياتنا على كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر، إن كان فضيلة وإن كان مدح. هذا هو تفكيرنا، وهذا اللي رح يساعدنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض، ونبتعد عن كل أمر يلي رح يريحنا بتفكير لا يليق فينا كمؤمنين.